الخوت السلام عليكم. اليوم زلزال كبير كتعرفوا مدينة وجدة، الصحافة كلها كتهضر على أكبر عملية سطو على أموال البنوك، وفي نفس الوقت في نفس النهار كتبان سيارة ديال نقل الأموال كلها محروقة، وهادشي وقع قرب أسواق السلام في نفس المدينة، يعني وجدة. دائما القضية بلا شك فيها واحد اللغز كبير جدا إخواني أخواتي، ولكن الناس ديال المخزن البوليس راهم كيقوموا بالواجب ديالهم باش يكشفوا كل الملابسات والتفاصيل ديال هذه القضية العجيبة والغريبة جدا. ولكن نبداو اولا بالخبر الاول اللي كيقول بان سائق شي سيارة مصفحة ديال نقل الاموال كيستغل الفرصة المناسبة وكيهرب بمبلغ مالي ضخم جدا، طوموبيل كلها عامرة بالفلوس، كاين اللي كيقول 300 مليون، وكاين اللي كيقول 800، وكاين اللي كيقول 3 مليار. وهاد الاموال الضخمه اللي لحد الان لحد الساعه مازال ما كاينه حتى شي حاجه رسميه مؤكده كتاكد القيمه الاجماليه الحقيقيه ديالها، كيقولوا بانها عباره على كنز كبير من عمله الاورو والدرهم. هاد الكنز كله ضرب واحد خونا والتختافة في رمشه شي عين. ولكن الاكثر اثاره من هادشي كله هو شكون هو المنفذ. اسيدي سمحوا لي والله الا ما قدرتش نبين الوجه ديالو احتراما لمشاعر عائلتي وزوجتي واولادي، الا عنده فعلا شي زوجه واولاد هذا ماشي شخص عادي وماشي شيفور عادي ديال سياره مصفحه ديال نقل الاموال. فعلى حسب المعلومات اللي كتروج الان في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا السيد هو عباره على درك سابق برشبه مساعد اسمه سين نون، كان هو نائب قائد مركز بني عمار او عماره سريه ترقيس بجهويه الحسيمه، وربما ملي شدوا عليه شي ضواصة خايبين جراو عليه وصيفطوه بحاله وما بقاش دراكي، ويقدر يكون قاعد دوز الحبس. القياده العليا ديال الدرك الملكي ما كتطرد حتى شي عنصر من العناصر ديالها حتى تيكون مزبلها، والغالبيه ديال الزباير بلا شك كتدخل مواليها للحبس. ولكن السؤال المطروح الان هو كيفاش أخدم هذا السيد في هذه الشركة الحساسة إلى فعلا هذا الشيء صحيح؟ كيف يعقل أن واحد مطرود من قيادة الدرك الملكي ويجي واحد ويعطيه وظيفة ديال نقل الأموال ويأمنوا على الملايير اللي خاصة تفرق على البنوك وخايفوا القطاع الخاص؟ هذا الشيء ما مقبولش. على ما كيعاودوا الناس، قال لك السي البنوك ذاك النهار وقعت في أزمة ديال واحد السيولة في المدينة كلها حتى جاها المدد من أماكن أخرى، وهادشي كله باش ينقذوا الموقف الحرج. البنوك كلها كانت معوله على ديك الاموال الضخمه توصلها في الصباح باش تبدا الخدمه ديالها مع الناس اللي باغي شي فلوس تعطي، حتى كتفاجئ بخونا سائق السياره المصفحه المخصصه لنقل الاموال كيغبر وما كيجيش في الوقت المحدد ليه اللي كان خاصه يوصل فيه. تسناوه، قالوا ربما ياك ما شي بياسه هذه في الرويضه ولا شي مشكل ديال شي حادثه سير ما، ولكن والو. وتسناو ساعات حتى ايام ودوروا هاد التليفونات حتى كيكتشفوا بان المسؤول على نقل الاموال اهرب وفرتح وضرب ديك الحصيصه كلها، وربما ربما يقدر يكون كاع تخلى على السياره المصفحه في شي بلاصه من البلايص وهز الخناشي ديال الفلوس الزرق الاف في سياره اخرى خاصه به. ولكن انا بغيت نسول هاد السيد الى كيسمع ليا دابا وباقي ما تشد، وسؤال موجه ايضا لكل واحد كيفكر في اي عمليه من هذا النوع. سمع سمع مزيان واطلق معايا وديناتك. اسيدي ها انت كاع ضربتي 300 او مليار او جوج كاع، اش غادي دير بهم مثلا؟ غادي تبني بهم شي برج من الابراج في العاصمه الرباط ولا شنو؟ وراك وليدي غادي في الخسران وغادي تحصل تحصل، المخزن يجيبك يجيبك والله ما يتفك معك. وشحال قدك شهر؟ والله ما تصرف على ديك الفليسات، والعقوبه ديالك هي 10 سنوات سجن النافذة. راه كاين اللي سرق غير مليون وجوج وثلاثة من شي بنك من البنوك وضربوه ب10 سنين سجن النافذة، وكاين اللي هجم غير على وكالة ديال تحويل الأموال وما سرق حتى 3000 درهم كاملة، ومع ذلك ما عقلوش عليه وضربوه حتى هو ب10 سنين ديال السجن النافذ. إذا هذه عملية انتحارية وماشي عملية سطو. المخزن بلا شك غادي يكون الآن داير حالة وقربالة والصنفار غير مسبوق، وجميع الأجهزة الأمنية خصوصا مصالح مراقبة التراب الوطني ديسي غادي يكونوا على القرص
ودايرين الخدمه ديالهم كما ينبغي والنتائج ان شاء الله غادي تبان قريبا. والله يا وليدي ما تزهق منا، كيف قلت ليك المخزن يجيبك يجيبك مهما طال ليلك او قصر نهارك. وانا باقي كنجمع في المعلومات على هذه القضيه المثيره جدا، حتى كنتوصل بمجموعه من الصور ديال سياره اخرى مصفحه ديال نقل الاموال وفي نفس المدينه للعجب، وهي كلها محروقه وحتى كميه كبيره من الاموال كلها كانت محروقه لداخل. السؤال المطروح الان دابا، واش الامر كيتعلق بحوادث عاديه ام حوادث مخطط لها؟ هادشي خطير بزاف وبلا شك غادي نعرفوا قريبا كل التفاصيل ديال هادشي اللي وقع. واش نفس السياره هي اللي تسرقات؟ هي نفس السياره اللي تحرقات؟ لحد الان وكيف قلت لكم مازال لحد الساعه المعلومات غير كافيه او غير رسميه، لكن هناك من اكد بان الامر كيتعلق بحادثه غير مالوفه من بعد ما قام السائق بالهروب بالشاحنه المصفحه مع مبلغ مالي كبير جدا، وترك وراءه زميله في حاله من الحيره والصدمه. ومنذ مطلع هذا الاسبوع تقوم الشرطه بمطارده السائق الهارب في محاوله لتوقيفه واستعاده المبلغ المالي المسروق. ومن جهتها مصادر محليه قالت بان السائق كان في احدى الدوريات لنقل الاموال بين وكالات البنوك في مدينه وجده، عندما قرر في رمشه عين ولحظه غفله استغلال فرصه للهروب بالشاحنه المصفحه ومبلغ مالي يقدر باكثر من 300 مليون سنتيم. ومن بعد تنفيذ الجريمه كيختفي هذا السائق في اتجاه غير معروف، وهذا الشيء اللي تسبب في الصنفار وحاله ذهول وقلق بين السلطات والشركه المسؤوله عن نقل الاموال المنهوبه. المعلومات كتقول ايضا بان السائق خطط لعمليه السرقه بشكل مدروس قبل عده شهور، ويرجح بانه استغل معرفته بعمليات نقل الاموال في الشركه التي انضم اليها قبل حوالي 6 شهور فقط من وقوع هذه الحادثه الغامضه. ومنذ اللحظه التي تم الكشف فيها عن هذه الجريمه قامت كل السلطات الامنيه والمحليه باغلاق جميع الازقه والشوارع المحيطه بمكان الواقعه، ونشرت قواتها لتعقب الجاني وتحديد مكان اختبائه. ورغم كل الإجراءات المشددة والتدابير لم يتم العثور إلى حد الساعة على السائق ومكانه، أو مكانه لا يزال غير معروف، والتحقيقات كتستمر في محاولة للكشف على هويته وتحديد الأسباب الحقيقية اللي خلاته يقوم بهذه العملية الجريئة أو الخطيرة. لكن اليوم يتم العثور على شاحنة مصفحة تمت سرقتها، هل هي التي تمت سرقتها أم ماذا؟ تم العثور عليها محروقة وبداخلها أموال كثيرة في غياب السائق أو المبلغ المالي أيضا الذي تم الحديث عنه وهو مبلغ 300 مليون سنتيم، رغم أن البعض يتحدث عن أموال طائلة أخرى ويقول بأن الأمر يتعلق بحوالي 3 ملايير، من بينهم هذه الأوديوات اللي توصلت بها لنستمع إليها لكل غاية مفيدة. 3 ملاير هاد يا الشهد، 3 ملاير هما زوج بقاو يجمعو على لي بونك تاع وجدة كاملين، فيها الأورو فيها الدرهم، إوا داو ديك الفركونة تاع مجيهة الحبس القديم، حطوها تما وجاو تلوطوس رجعت الفلوس. للتوضيح هاد المعلومة تقدر تكون غير دقيقة، ويقدر يكون مجرد هضرة ما تشري خضرة كتروج بين بعض الناس، ولكن حنا حاولنا نخفيو البصمات الصوتية ديال هاد الأشخاص باش ما يتمش التعرف عليهم، بحكم أن الأمر كيتعلق بأحاديث تتم بينهم. ولنستمع لكل غاية مفيدة في جميع الأحوال. كان حبيبي كان هادو هما الرجال، أوا هذا طاح في دارهم فضيحة، أكثر من 260 مليون، قالك 800 مليون. كان في هذاك التجاري وفا بنك لي حدا داري بعدا في الشطوبة الدخلاني، قالك خلاص صاحبو دخل البنكة قالك ويديماري اللوطو ديك برينكس، وفين يمشي؟ هاديك يمشي مجيت هذاك فراس الراقي، فين كاين السكة ديال التراب؟ يدخلوا مع هادوك صحاب الشوميني. مشى تما وقالك تلاقى مع واحد جزائري قالك خوه وكاع دوك الفلوس، والله الا غير هذاك دا لهم الحواله الجزائري وجابها في الجزائر، وهذا عاوتاني دا لهم الفلوس.
شي 800 مليون ولا فايت ماشي 260. المهم المعلومات لحد الساعة حول هذه الوقائع الغامضة والعجيبة لا زالت غير مؤكدة من طرف السلطات، ومازال مصدر حتى شي بلاغ رسمي تقدم الرواية الحقيقية من عند الجهات الأمنية أو القضائية أو السلطات المحلية. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.